السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودا حميدا ان شاء الله. ما كناش ناويين طبعا نعمل الهيستو بصراحة، بس يعني قلنا انه في تفاصيل كتير عايز تتوضح بعد المراجعة بالاخص والاسبي وكده، عشان يعني في ناس كتير قوي مستصعبة الموضوع او متلخبطة او كده، فحاولنا نعمل حاجة يعني ان شاء الله يعني لعل وعسى تفيد، وان هي بس ترتب دماغنا ونحسسكم ان الموضوع بسيط يعني مش ان هو كبير وكده. فيعني ان شاء الله تخرجوا مستفيدين ووقت الفيديو ما بقاش طويل خالص. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا يفتح علينا فتحا جنة ان شاء الله. طيب في البدايه احب اقول اكيد احنا كنا تعبنا، دي حاجه بديهيه جدا يعني انسان بيمتحن من شهر 10 ومش اخد اجازه نص سنه، فالموضوع يعني لو ما كانت ارتاحت على الاقل يعني كانت ارتاحت وشحنت شويه كده وكملت. فيعني بجد بجد احنا يعني نستودع كل ده عند الله، يعني احنا ان شاء الله اجرنا كبير قوي قوي بجد، ويا رب يا رب ندخل الفردوس بسببه، يعني سبب سنة تانية دي ان شاء الله. بس عايزة اقول حاجة، في وقت ان احنا خطواتنا عرجاء شوية في الفترة دي والشهر اللي جاي ان شاء الله، يعني نفتكر بس ان هو ايه، يعني ما سعى سعى لله الا بلغ، يعني انت سعيك الصغير ده عند ربنا هيكون كبير قوي. ليه؟ لان احنا في وقت الانسان طاقته خلاص، يعني هو ربنا مطلع وعارف، يعني هو ربنا عارف كل ده، فانت ما تقلقش ان انا بقصر انا بعمل، انت اعمل على قد وسعك على قد طاقتك على قد كل حاجة اللي هو هات اخرك. ربنا عارف ان احنا تعبانين بجد، ربنا عارف ان احنا يعني ظلمنا كتير بصراحة والسنة كانت صعبة علينا، ولكن يعني خطواتنا العرباء دي عند ربنا اكيد هتكون كبيرة ان شاء الله، وهيكون هو يعني هو عامة ربنا هو اللي بيكرمنا، يعني هو ربنا اللي بيدينا وربنا اللي بيكرمنا من واسع كرمه، احنا مجهودنا لا يضاهي حاجة جنب اللي ربنا بيديهولنا في النتائج والحاجة دي كلها. فيعني نفتكر ما سعى سعى لله الا بلغ، حتى السعي الصغير ده كله الله هيسدد خطانا ان شاء الله يعني. تمام، طيب نبدأ بقى. طب احنا عندنا ايه في الاسبي؟ احنا هنبدأ الاسبي الاول علشان الموضوع يعني ايه ده الجديد شوية، اكيد انتوا اغلبكم يعني ذاكر الداتا شو. طيب احنا عندنا ايه في الاسبي؟ عندنا كذا حاجة، عندنا السباينال كورد اللي هي السيجمنتات بتاعته السيرفايكال والثراسيك واللمبر، عندنا شرايح اتش ان دي اي وسيلفر. تمام، كل واحدة يعني اتش ان دي وسيلفر. طيب عندنا المدلة، عندنا اوبن مدلة وكلوز مدلة، عندنا ايه تاني في البرين ستيم؟ عندنا الميد برين، عندنا الليفل بتاع السوبر كوليكولوس والليفل بتاع الانفيري كوليكولوس، برضو اتش ان دي اي والسيلفر ستين. اخر حاجه في البرين ستيم هي البونز. طيب هيكون عندنا في البرين ستيم اونلي ايدنتيفاي، يعني احنا بس هنقول اسمها ولو في ليفل او هي اوبن او كلوز، يعني هنعرف ال بتاعها دلوقتي هتلاقيها اكتر في الفايل بتاع الداتا شو، يعني نفس الكلام اللي هو الايدنتيفاي ده اللي هنكتبه يعني في الاوزبي. طب عندنا ايه تاني في الاوزبي؟ عندنا السيربيلا، عندنا شريحه من بره السيربيلا بس هنكتب كومنت فيها، يعني دي فيها كومنت ودي فيها كومنت ودي فيها كومنت. تمام، طيب عندنا تاني النيرف ترانك، النيرف ترانك هو الوحيد اللي محطوط يعني الحمد لله محطوط تحت مايكروسكوب وفي كومنت برضو، الباقي ده كله شرايح من بره، يعني الليفل العبس وصل ان احنا هنمتحن على شرايح من بره عادي يعني على الله. تمام ماشي، بس ده الاوزبي. هندخل دلوقتي هناخد حاجه حاجه علشان نعرف هي جايه ايه في المراجعه والدكاتره قالوا ايه في المراجعه، ونشوف الموضوع ان هو بسيط، يعني هو يعني ما تكبروش الموضوع، هو ان شاء الله لما تيجي تبص عليها في الحقيقه، يعني مثلا هات ورقه بيضه معاك، يعني كل واحد ياخد ورقه بيضه معاه علشان مثلا نحطها تحتها هنرفعها كده هنبص، بجد الموضوع هيبقى عبث بس يعني ايه نعمل علينا، هات ورقه بيضه معاكم علشان يعني تبقوا تعرفوا تشوفوا الشرايح كويس يعني. طيب احنا هنبدا بايه؟ هنبدا بالميد برين نخلصه عشان هو بس فيه اونلي ايدنتيفاي. طيب احنا عندنا ايه في الميد برين؟ قلنا عندنا ايه في القصد في البرين ستيم؟ عندنا ميد برين بونز وميدل. طيب عندنا اول حاجه الميد برين، طيب الميد برين كده يعني ده يعني ربنا يبارك بجد للاثنين دكتوره اللي كانوا معانا في المراجعه، بجد يعني تعبوا معانا جدا، ربنا يجزيهم كل خير، وبجد يعني ما خلوناش اي اسئله غير لما جاوبوها وساعدونا كتير بصراحه، يعني ربنا يكرمهم بجد. طيب احنا عندنا ايه في الميد برين؟ عندنا شرايح اتش ان دي وسيلفر، الاتش ان دي هي واحده يعني هي ما فيش تفريقه بين ميد برين في سوبيريور كوليكس ليفل او انفيريور كوليكس ليفل، لا هي واحده هنعرفها كده هنكتب ميد برين بس اتش ان دي، ما فيش ان احنا هنفرق بينها. طيب شكلها ده شكلها،
تمام، شكلها تحس ان هي ايه يعني، تحسها ورده شويه ماشي، وجواها عادي نقطه كده ماشي. ده هنكتب ميد برين بس اتش ان دي. تمام طيب كده خلصنا من الاتش ان دي. ده شكلها، مش شكلها ما يلخبطش خالص يعني، هي شكل الميد برين ما يلخبطش لحد ما، علشان الاتش ان دي مختلف عن اي اتش ان دي تانية. تمام ده شكلها، شكلها عادي جدا، شبه تحس ان هنا الكروس براي والحاجات اللي هي او ال ايوه شبه اللي هي الميد برين العادي اللي احنا عارفينه في الاناتومي. تمام طيب نيجي بقى للسيلفر ستين. السيلفر هي فيها تفريقه شويه، لان احنا هنفرق بقى هنا هو ده الليفل بتاع السوبر كليكس ولا الانفيريو كليكس. طيب الدكاتره معرفينا كده ان انا هنعرفهم ازاي، السوبر كليكس السيرفر دي سيرفر اكيوتك. تمام بس في السيرفر بتبان بشكل مختلف، بتبان في السوبر كليكس على شكل مفتاح او معين كده تمام، لكن في الانفيريو كليكس ليفل بتبان اكنها اوفال او دايره او كده. طيب تيجي نشوفها. بس احنا هنقارن بين الصورتين كده عشان نعرف الفرق بينهم. احنا لو جينا بصينا على السوبيري كليكس دي هنلاقي ان هي فعلا هي مش دايره خالص، هي مش دايره، هي شبه الاتش ان دي في حته اللي هي الورده دي كده ماشي، تحس انها كده، بس من جوه السوبيري اكويدكت هي اللي بتفرق بينهم. احنا عندنا ده شكلها فعلا، تحس فتحه المفتاح يعني مقدمه المفتاح كده او الفتحه بتاعته هي شبهها، لكن في الانفيريو كليكس هي مدوره او اوفال او يعني هي مش واخده شكل، مش واخده شكل فعلا زي ده، هنا واخده تحس ان هي كده كده ماشي كده. يبقى ده التفرقه بينهم، وفعلا في الحقيقه هي بيتفرق بينهم بسهوله جدا، يعني ان هو بيبان ان دي فعلا لا دي مش اوفر، يعني انا هبص عليها كده لا دي مش اوفر، مش اوفر. طيب مش اوفر، لقيت ان هي شكلها من بره كده هي سيلفر تمام، ولقيت ان هي شكلها شبه الورد شبه الميد برين اللي انا عارفاه، يبقى هي كده ميد برين سيلفر. طيب انا بقى هاجي افرق بين هي انفيريور كليكلس ولا سوبيريور كليكلس، هبص على سيبر اكويدكت فعلا مش هلاقيها اوفر ولا راوندد، هقول ان دي سوبيريور كليكلس ليفل، لكن لقيت ان هي راوند او اوفر هقول ان دي انفيريور كليكلس ليفل. تمام كده خلصنا الميد برين. تدخل بقى على البونز. البونز جميل قوي ماشي، البونز جميل قوي ما يلخبطش خالص حرفيا، علشان هو يعني في حته سيربيلم، حته السيربيلم دي بتميزه بين الاتش ان دي بتاعه اصلا والسيلفر وبين الحاجات التانية. طيب احنا عندنا البونز، عندنا شريحه طبعا اتش ان دي وشريحه سيلفر. الشريحه الاتش ان دي بجد انا بشبهها باللاترال فينتريكل، يعني اللاترال فينتريكل كان في بيبقى فيه انتيرير هورن وانفيرير هورن بوستيرير هورن صح، انا بشبهها بكده. وحته السيربيلم اللي فيه هي دي حته السيربيلم اللي فيه تمام، واضحه برضو في الحقيقه يعني، وحلوه قوي وهي بتترفع كده على في الهواء او كده يعني تبقى باينه قوي يعني. يبقى البونز هنسكمه ان هو شبه اللاترال فينتريكل بس في حته ايه سيربيلم، هو على طول في حته السيربيلم معاه. ده الاتش ان دي يلخبط يعني بذمتكم بجد، هو يلخبط بين يعني البونز والميد برين تلخبط بينهم مستحيل، ده شرق وغرب يعني تمام. طيب ندخل على السيلفر. السيلفر عندنا برضو في حته سيربيلم، بس سبحان الله حته السيربيلم دي جواه يعني هي داخله جواه كده، هنيجي نبص عليها هنا باينه قوي برضو، هي دي حته السيربيلم اللي جواه. طيب دي برضو يعني حته السيربيلم اللي جواه دي هتلخبطني بين دي مثلا، يعني البونز دي مثلا، البونز دي بالسيلفر هتلخبطني مع اي حاجه تانية سيلفر مستحيل، يبقى البونز مميز عندي الحمد لله وان شاء الله ده اللي يجي تمام. طيب يبقى البونز دي الحته السيربيلم اللي جواه، هكتب ايه لما يجي هكتب بونز بس اتش ان دي اي سيلفر وكده يعني تمام. طيب كده خلصنا الميد برين والبونز. ندخل على المظله. طيب احنا عندنا في المظله قلنا ان هي ايه اوبن وكلوزد، قلنا ان هي اوبن وكلوزد. طيب احنا عندنا الاتش ان دي اي واحده مش بتتغير فيهم، يعني هي مش بقول ان دي مش بقول يعني ان دي حاجه مميزه منهم، لا انا هعرف ان المظله اصلا اغلبيتهم شبه القلب في الاتش ان دي، يعني اتش ان دي قلب، بس هلاقي ان في الاوبن مظله مفيش كانال والكلوز مظله فيها كانال، يعني في انا لما اجي ابص هلاقي ان هي قلب كده وجواها فعلا فاتحه، يعني هي باينه فعلا فاتحه في الحقيقه يعني. طيب الكلوز السي مع السي، الكلوز هي اللي فيها كانال لكن الاوبن مفيهاش كانال، يبقى كده الاتش ان دي ايه التفرقه بينهم بس الكانال، يبقى هي الاتش ان دي انا هعرفها بالكانال. هنيجي نبص هنا اها، ده الاتش ان دي ثواني، ده الاتش ان دي بتاع المظله. طيب انا لما اجي بص هنا يعني في فتحه كلها معتمه، يعني هي كلها قلب بس، يعني قلب كده ما فيهوش اي حد جواه تمام، يبقى ده كده الاوبن مظله ليه، علشان هي مش فيها كانال. طيب انا لما اجي ابص هنا
لما اجي ابص هنا هلاقي ان في فتحه، يعني حقيقي هي في فتحه. يبقى دي الكلوز كانال، الكلوز ده مظله يعني اللي فيها كانال، وهي مش شبه مش قلب قوي يعني، هي القلب مفتوح ده، الاوبن هي قلب، قوي يعني قلب مفتوح تمام. طيب لكن الكلوز مظله هي مش قلب، هي قلب بس مش قلب قوي يعني، هي مش شبه القلب ده، قلب صريح يعني تمام، ده شبيه قلب عشان في حد جواه تمام. طيب ايه اللي جواه؟ الكانال. يبقى السي مع سي الكانال. طيب نيجي بقى للسيلفر. السيلفر عندنا هنيجي نبص كده، المفروض ان احنا عندنا في الداتا شو، هم قالوا ان البرين ستيم مش هيجي داتا شو، ماشي مش هيجي داتا شو. يعني هي الدكتوره بعت قالت للناس كده يعني، او قال لهم في المراجعه في الاخر، انا الصراحه ما سمعتش قدامي، بس هم يعني قالوا، حد سال الدكتوره كمان برايفت وقالت لهم ايوه، وبلغوا زمايلكم يعني، قالت ان البرين ستيم مش موجود داتا شو، يجي بس ايه شرايح عصبي. طيب احنا عندنا السيلفر بقى من المظله، عندنا برضو كلوزد واوبن. هلاقي ان الكلوزد المفروض ان هي في موتور ديكاستيشن، كنا قلنا في الداتا شو يعني قبل ما الدكتوره تقول لنا في موتور ديكاستيشن وفي سنسور ديكاستيشن. السنسور ديكاستيشن مفيش ليه شريحه مش هيجي. طب الموتور ديكاستيشن انا هعرفها ازاي في السيلفر؟ هلاقي ان من جوه شبه شجره، في الجذع الترانك بتاع الشجره كده، وفي فعلا شجره. طيب هل بقى هلاقي الكنال دي؟ لا، علشان الصبغه غطت على الكنال، صبغه السيلفر قفلت يعني غطت عليها كده ما بقتش باينه. يبقى انا مش هميز في السيلفر بالكنال، انا الاتش ان دي بس بميز بالكنال، لكن السيلفر ستين هميز بالشجره او لا. ماشي. طيب هلاقي ان هنا بقى الاوبن، مظله في السيلفر، هلاقي ان هي ولا فيها قلب ولا فيها شجره ولا فيها كنال. يعني لا، هي شبه القلب، معلش هي شبه القلب شويه، ثواني كده، ايوه هي شبه القلب. استيل ان احنا الاوبن قلب، يعني احنا الاوبن هنثبت ان هي قلب تمام، معلش الدكتوره كاتبه هنا فمش واخده بالي. طيب الاوبن هنسكم اللي هنثبت اللي هي قلب، قلب في الحالتين. طيب انا بقى هاجي هنا، انا كنت فرقت الكلوز ان هي في السيلفر ان هي شجره، هشوفها دلوقتي. طب الاوبن لا، ما فيهاش شجره ولا فيها كنال، طبعا هي من البدايه اصلا ما فيهاش كنال. هنا ان انا الكنال بس اللي الصبغه غطت عليها فظهرت مكانها شجره. يبقى انا كنت بفرق في الكلوز ان هي فيها كنال ولا لا، جيت على السيلفر لا، الصبغه غطت على الكنال وبقى مكانها شجره تمام، حطينا بدل الكنال شجره. نيجي نبص عليها بقى، بجد هي واضحه قوي في الحقيقه وجميله قوي، يعني هي شكلها جميل فعلا في الحقيقه. يعني دي الستيم بتاع الكنال بتاع الشجره، الستيم بتاع الشجره، ودي الشجره ذات نفسها تمام، باينه جدا يعني، هي باينه حتى في الصور وهي محطوطه وكده باينه، يعني انت لما مع اي حد يجي يشيلها هتبان ان شاء الله تمام. طيب نيجي بقى نبص للاوبن، مظله، هنلاقي ناس القلب. يعني بص يا جماعه، احنا لقينا قلب، احنا في المظله ماشي، قلب صريح كده وجميل، يعني قلب جميل فعلا، يعني هو قلب قوي يعني، فاحنا اوبن مظله مفتوح، القلب ده مفتوح لكل حاجه تمام، ده قلب، يبقى ده الاوبن مظله سيلفر، سيلفرستين. لكن لقينا فيه شجره جوه. طب زميكوا بقى، السيلفر ده والسيلفر ده هيلخبطني بين البونز والميد برين اللي احنا كنا واخدينهم؟ اكيد لا، باينه جدا يعني تمام. طيب يبقى انا كده سكمت ان المظله عندنا اوبن وكلوز. في الاتش اند اي بفرق بين الضغط، بصي دي ضغط اهو باينه خالص. طيب هفرق بين الضغط، في كنال او ما فيش كنال، الكلوز السي معاها كنال، الاوبن ما فيهاش كنال وشبه القلب. طيب هروح على السيلفر ستين، هالسيلفر انا في الاوبن انا ستيل ان انا لسه قلب ومش جوايا كنال. طيب هناك في الكلوز انا في هكتب هنا موتور ديكاستيشن، يعني موتور ديكاستيشن ليفل تمام. طيب هستيل ان انا ستيل ان انا كلوز ماشي، مش عندي كنال في السيلفر عشان الصبغه غطت عليها، بس عملنا مكانها شجره تمام. طيب كده خلصنا البرين ستيم. ندخل بقى على الثراسك، ماشي الثراسك ده اللي حواراته كتير، السباينال كورد قصدي. السباينال كورد عندنا ثلاثة ليفل يعني من السيجمنت بتاعته، عندنا سيرفايكال وثراسك ولمبر. اكيد احنا مسكمين الكومنت من النظري او من الداتا شو يعني تمام. احنا عارفين ان السيرفايكال والثراسك واللمبر، احنا عارفين ان السيرفايكال بيبقى يعني ايه اوفال شويه، يعني مش بيبقى راوند زي اللمبر، لا بيبقى شكله اوفال شويه. ولكن عندنا هنفرق بين الهورنز بتاعته، دي الوحيده اللي بتفرق لي. احنا عندنا الانتيريور هورن بتاع السيرفايكال بتبقى سك، والبوستيريور هورن بتبقى ثين ودايفرجن، يعني بعاد عن بعض كده ماشي كده. طيب السنترال كانال بتبقى مور انتيريور تمام، والوايت ماتر بتبقى اكبر من الجري ماتر. يب انا اصلا عندي السيرفايكال والثراسيك الوايت ماتر اكبر من الجري ماتر،
تمام. طيب عندي بقى السيرفايكال السنترال كانال قدام، لكن الثوراسيك السنترال كانال مور بوستيريور. تمام. طيب عندي هنا واحد ثيك واحد سن، عندنا في الثوراسيك الاثنين سن. تمام. يبقى انا كده ثيك سن الاثنين سن، هنا الكانال بتبقى مور انتيريور، هي كانال مور بوستيريور. طيب الاثنين دول الوايت ماتر اكبر. ندخل بقى على اللمبه، اللمبه بتبقى راوندد كده وحلوه وكبيره يعني تخينه كده، بيبقى الانتيريور هون والبوستيريور هون الاثنين ثيك وبيبقوا باينين فعلا، بيبقى لبعض كده بتحسهم هما متختخين كده، بجد بيبقوا متختخين كده وكده يعني عامل زي شكل السن الدرس يعني. تمام. طيب ما علينا. والسنتر كانت تبقى في النص يعني هي ما بتزعلش حد، هما الاثنين سك فهي الاثنين في النص. طيب وهنا بقى الجري ماتر اكبر من الوايت ماتر، ليه؟ لان انا اصلا عندي الهورنس كبيره سك، فهي اكيد الجري اكبر من الوايت طبعا، بالاتش ان دي وسيلفر في شرايح ليها. نيجي بقى نفرق، بسم الله الرحمن الرحيم، نيجي نفرق بقى يعني. تمام. نيجي لهنا اول حاجه اللمبر يعني هي نسينا نقول حاجه، السيرفايكال عامه في الشرايح بتبقى كبيره، بجد بتبقى كبيره السيرفايكال فعلا كبير يعني. انا هجيب كده 3 شرايح مع بعض يعني السيرفايكال كبيره قوي. ماشي. السيرفايكال كبيره فانا اصلا يعني شكل الشرايح هيبقى باين ان هي كبيره. تاني حاجه ان انا هلاقي ان اللي قدام واحده كده، واحده فعلا تخينه وواحده رفيعه دايفرجن، يعني عاملين دايفرجن كده. بص هنا دي تخينه كده من قدام واتنين عاملين دايفرجن، ممكن تكون شبه الارنب شويه اللي هو كده ماشي والبتاع بتاعته كده، بس ستيل هي كبيره، هي شريحه كبيره قوي يعني. وكمان هلاقي ان هي الانتيريور بيبقى ثيك والبوستيريور بيبقى سن ودايفرجن بعاد عن بعض، هما فعلا ده كده جاي كده وده جاي كده ماشي جاي كده كده. طيب هنا بقى عندنا الثوراسيك بيبقى الاثنين سن وبيبقى صغيره قوي، يعني هي اصغر واحده الثوراسيك اصلا، اصغر شريحه هنا مش باينه قوي، بس هنشوفها في اللي هي طالعه على اللي هم يعني مصورينها من بره في الشمس او كده هنلاقيها. طيب اللمبر بقى هلاقي ان الاثنين تختخين كده، يعني الاثنين تختخين كده وتحس ان هي همدانين كده وقاعدين، يعني تحس ان هما من تخمهم هما ملزقين في بعض بجد. يعني هلاقي ان اللمبر هنا في السيلفر هلاقي ان هما الاثنين تخان كده ماشي. هنيجي بقى بص للشريح لوحدها يعني هنلاقي ان ممكن تتفرق شويه، بس هي في الحقيقه يعني في الحقيقه بتتفرق، يعني هي فعليا بتتفرق. يعني مثلا دي ده باينه جدا ان هي اتش شيب ماشي، والاثنين رفيعين تمام، هي ثوراسيك بجد. طيب نيجي هنا برضو يعني دي هي هياها بس مش باينه قوي ماشي. هنا عند السيرفايكال قلنا السيرفايكال بتبقى كبيره قوي ماشي. وكمان ممكن نعمل حاجه، هي السيلفر بتاعتها بص حواليها حاجات كتيره، لكن السيلفر بتاع الثوراسيك بيبقى فيه حاجه واحده بس كده، يعني عارف اللي هي ايه، متلحوسه، هي متلحوسه كتيره من هنا بس متلحوسه حته صغيره، لكن الثوراسيك مش متلحوسه خالص تمام. طيب هنا بقى السيرفايكال بتاعه الليتان دي تحس ان هي ايه سك كده، وفي واحده سن وايه وبعاد عن بعض. طيب يعني هو السيلفر خلاص السيلفر مش هيتلخبط بينهم، دي مش حواليها لحوسه، دي حواليها لحوسه كتير، دي فيها لحوسه حبه صغيره. المشكله في الاتش ان دي، وفعليا بقى الاتش ان دي يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها، عرفتها ما عرفتهاش خلاص، يعني ايه اهبدوا بقى اي حاجه. انا عن نفسي ما بعرفش اصلا اذاكر السلايدات من بره، سواء باصوا او بتاع، فيعني موضوع يعني مش عارفه مش مستوعبه بصراحه ان انا بعمله، بس يعني ايه شغال. طيب هلاقي ان اللمبر برضو يعني هما الاثنين كده تحسهم على بعض يعني، وصغيره ماشي صغيره، لكن الثوراسيك بتكونش صغيره كده يعني. طيب يعني هنسكم ان السيرفايكال بتبقى كبيره خالص، اللمبر بتبقى يعني متوسطه، الثوراسيك بتبقى يعني بين البنين كده. انت عارفين ايه المشكله ان احنا خلاص مش هنتلخبط في الاتش اند اي في السيرفايكال، لان هي كبيره قوي واضحه هل هي فعلا هاد بتاع كده وفي اتنين كده بعيد. المشكله في اللمبر والثوراسيك، فممكن يعني اللمبر تحسها ايه اوفر شويه، يعني اللمبر ايه مش مدوره قوي زي دي، يعني اللمبر تحسها ان هي يعني ايه مبططه شويه، لكن دي فعلا راوندد، ممكن يكون ده فرق برضو ماشي. يعني هنا ايه الثوراسيك فعلا راوندد، يعني هي راوندد فعلا تمام، هي راوندد اها راوندد. طيب هنا قلنا ان دي خلاص دي في اتنين دايفرجن، ان دي السيرفايكال ودي الكبيره سيرفايكال، ودي اللي فيها لحوات حبه صغيره دي الايه اللمبر. طيب نيجي نبص هنا ماشي، فعلا يعني باينه جدا هي ثوراسيك باينه جدا ماشي،
ودي فيها لحظة حبة صغيرة يبقى دي اللمبر، ودي الكبيرة وفيها لحظة كتيرة يبقى دي السيرفايكل. نيجي هنا بقى، يعني سبحان الله بجد دي يعني هي كده مش راوندد زي دي، يبقى كده خلاص مش هنفرق بين، مش هنتلخبط بين الاتنين دول. ودي كده كده كبيرة وباين الهورنس باينة، لكن دول تحسها مش باينة الهورنس بتاعتها. يبقى كده دي تحسها ان هي ايه اوفال شوية، مش راوندد فعلا يعني. بص يعني انت عامل ايديك كده دوريه مش هتحسها، تمام. بس كده خلصنا ال، كده خلصنا ال اسمه ايه ده، ال spinal cord. ندخل بقى على السيربيلوم، ماشي. فاضل السيربيلوم والنيرف ترونك. ايه ده انا مش حطها، طيب عندنا بقى السيربيلوم. هو شكله شجره يعني، تحس ان هي ما بتلخبطش خالص بقى، يعني هي ما بتلخبطش، يعني هي ورقه شجره، ماشي، ورقه شجره كده. طيب السيربيلوم في كومنت، فانا هكتب ايه بقى في الكومنت؟ هكتب ان هو طبعا عنده كورتكس جري ماتر كورتكس ووايت ماتر ميدل. طب الكورتكس لازم يعني اكتب برضو كومنت، اكتب ان الكورتكس ده عنده ثلاثه لاير، هي موليكولار لاير وبركنجي لاير وجرانيولار لاير، يعني اضعف الايمان. نكتب الكومنت ده، يعني هو الدكاتره قالوا يعني ما كنا هناك. يبقى السيربيلوم هكتب ان هو فيه جري ماتر كورتكس ووايت ماتر ميدالا. الكورتكس عندها ثلاثه لايرز اللي هي الموليكولار لاير والبركنجي لاير والجرانيولار لاير، تمام. طيب ندخل بقى على النيرف ترانك، اخر حاجه في العظم الحمد لله. هو عندنا برضه شريحه من الاوزميك اسيد وشريحه اتش ان دي، تمام. باين خالص يعني، هو الوحيد اصلا اللي هتلاقيه محطوط على الميكروسكوب، فيا رب يجينا كلنا، يجي لكل الدفعه نيرف ترانك يعني، وبدل العبث بتاع السلايدات ده، تمام. طيب احنا عندنا اهو باين خالص يعني، بص هنلاقي ايه، نيرف ترانك، نيرف ترانك خالص. طب هنكتب ايه كومنت بقى؟ هنكتب ان انا عندي نيرف فايبرز بتارنجد عشان تديني البندل، وكل نيرف فايبرز طبعا حواليها يعني ايه اللي هو الاندونيريوم، تمام. والبندلز دي بيبقى حواليها البرينوريوم، والبندل بتكون مع بعضها عشان تديني الترانك اللي هو حواليه الابينوريوم. هي الدكتوره قالتها كده، قالت ان احنا عندنا فايبرز نيرف فايبرز، ماشي، متحوطه بالاندونوريوم، والفايبرز دي بتديني بندل اللي هي متحوطه بالبرينوريوم، والبندل بتديني نيرف ترانك بقى ذات نفسه اللي هو بيتحوط بال الابينوريا. طيب في السيلفر بقى، في الاوزميك اسيد بقى، في الاوزميك اسيد هقول ايه؟ هقول ان انا عندي بلاك سيركل كده، المايلين ابير از بلاك سيركل اراوند انستند اريا، تمام. يبقى هي الحاجات اللي مش عارفه مش باين قوي يعني، بس باين في الصور بتاعت الداتا شو يعني. انا عندي الحاجات السودا دي، هي دي المايلين تشيز، المايلين تشيز كده بتبقى حاجه سودا، ماشي، الراوند يعني انستند اريا، يعني اللي جوه مش مظبوط، يعني هو في الابيض ده كله ده النيرف فايبرز مش مظبوط، لكن الاسود ده هو ده المايلين تشيز، تمام. هو نفس الكومنت هكتبه هنا بس هزود يعني في الاوزميك اسيد حته المايلين تشيز دي، مايلين تشيز، تمام. وما ننساش طبعا نكتب الصبغات، بجد نكتب الصبغه اتش ان دي اي سيلفر اوزميك اسيد، نكتبها يعني كده. الحمد لله خلصنا الاوزمي. اتمنى ان هو يكون بقى سهل يعني، نرتبها كده في دماغنا، عندنا كذا وكذا وكذا وهنفرق بين كذا وكذا وخلاص. بجد هي ممكن تكون اصعب حاجه تقريبا هي حته السباينال كورد، بس يعني احنا حاولنا نسكمها يعني، حته السيلفر، الثلاثه سيلفر بتاعهم، واحده متلحوسه كتير، واحده متلحوسه حبه صغيره، واحده ما فيهاش لحوسه. حته الاتش اند اي السيرفايكل تبقى كبيره فعلا والهورنز بتاعتها باينه. الثوراسيك واللمبر، الفرق بس ان اللمبر تحسها ان هي مش راوندد، لا هي اوفال شويه، لكن الثوراسيك بتبقى مدوره كده واوفال يعني مدوره باينه راوندد قوي، تمام. لكن اللمبر تبقى اوفر شويه. كده خلصنا، ندخل بقى نشوف يعني ايه الداتا شو، نقراها بس قراءه بسيطه يعني، هي اكيد كلكم ذاكرتوها يعني. طب احنا عندنا نيرف ترانك برضو موجود عادي في الداتا شو، هنقول ان ده نيرف ترانك سنتد اتش ان دي واخد ترانسفيرس سيكشن يعني. عندنا بقى بيورينا ان هي في كفرنج كونكتيف تيشو كفرنج، في مالتيبل نيرف فايبرز، كل ده نيرف فايبرز يعني، كل ده نيرف فايبرز متحوطه بقى، ده الابينوريوم اللي محوط الترانك ذات نفسه، لكن دي بندل متحوطه بالبرينوريوم، وكل فايبرز من جوه متحوطه بالاندونوريوم. ده بقى هاي ماجنيفيكيشن يعني، كبرنا قوي عشان نشوف النيرف فايبرز، النيرف بندل، تمام. طيب دي طبعا بالاوزميك اسيد علشان نصبغ المايلين شيز، الحاجات السوداء دي، ده الحاجات السوداء دي مايلين شيز، يعني مايلين شيز دي بتبقى بلاك سيركل حوالين انستند اريا، تمام. طيب
السيريبرال كورتكس بقى، يعني هي الدكتور قالت انه لازم نحفظ الطبقات كلها وبالترتيب عشان ممكن يشاور لك على اي طبقه. فانا لما اجي ابص كده الاقي ان ايه، صوره كبيره كده وفيها طبقات كتيره وتحسها كلها سايحه ببعضها، يعني هي مش في حاجه متميزه، لا هي كلها سايحه على بعضها. يعني احنا حافظين السيريبرال كورتكس ان هي موليكولار لاير، اوتر جرانيولار، اوتر بيراميدال، انر جرانيولار، انر بيراميدال، ومالتي فورم لاير. نحفظها كده بالترتيب ماشي. موليكولر بنكتبها حتى في السيربيلم او السيربرم بنكتبها الموليكولر. بعد كده عندنا اوتر جرانيولر، اوتر بيراميدال، انر جرانيولر، انر بيراميدال، والمالتي فورم لاير. والبتاع ده الدكتوره حتى طلعته هناك وقالت ان الفايل ده المهم ده اللي هيجي منه اصلا الداتا شو. تمام. طيب نيجي بقى عندنا السيربيلر فور لاي بالاتش ام دي اي، طبعا بيوريني ان وايت ماتر بتاع المظله والجري ماتر بتاع الكورتكس. ده كل ده الجري ماتر، والحته اللي جوه دي الوايت ماتر. تمام. بس مش لازم نكتب، عايزين بقى لو عايزين كومنت مثلا نكتب على الجري ماتر ان هي بتكون برده ثلاثه ليه اللي هي هيظهروا هنا. يبقى انا كده عندي حته السيربيلر كورتكس وحته السيربيلر كورتكس، اكيد متفرقين عن بعض. يعني بص ده كله سايح في بعضه، لكن ده تحس انها ايه على يعني مترتبه شويه يعني. ها يعني طيب نعرف الثلاثه لير برضو اللي هي الموليكولار لير والبركنجي لير والجرانيولار اللي انا كنت كاتباها اصلا في الاوزبي بتاع السيربيلم. تمام. يبقى موليكولار زي الكورتكس عادي، بس هنا بقى في بركنجي ها، وهنا الحته دي الجرانيولار لير. هناك كان في اوتر جرانيولار وانر جرانيولار، لا هنا في بس الجرانيولار واحده بس. تمام. شكلها مميز برضو يعني. طب الكورنيا برضو الدكتوره كانت اكدوا عليها حته الكورنيا والريتنا والحاجات دي. طيب انا عندي الحته الكبيره انا هلاقي ايه، هلاقي ان هي فيها من فوق كده موف غامق ومفتح قوي كده، بعد كده ايه موف غامق برضو. البالك بتاع الكورنيا معمول بسبستانشيا بروبيا اللي احنا عارفين. طيب عندنا من بره عندنا الابيثيليوم من بره، تحته اكيد في ممبرين، يعني تحته لازم يكون في زي بيزمنت ميخيه، لا ده اسمه بومانز ممبرين. يبقى اي ابيثيليوم بيبقى تحته ممبرين، فانا عندي هنا بومانز ممبرين. ننزل هلاقي ان في سبستانشيا بروبيا، نيجي تحت هنلاقي ان البتاع اللي جوه خالص دي الاندوثيليوم ماشي. طبيعي الاندوثيليوم يبقى جوه. طب تحته ايه بقى؟ تحته الديسمنت ممبرين. يبقى انا عندي من بره ايبيثيليوم، من جوه اندوثيليوم. هنا في بومانس ممبرين، هنا في ديسمنت ممبرين، والبلك الكبير ده اسمه سبستانشيا بروبريا. تمام. طيب نيجي على الريتنا. الريتنا لازم نحفظ برده طبقاتها وبالترتيب. تمام. طيب نبدا من هنا. عندنا حاجه اسمها الكرويد. الكرويد ده اللي كان بيبقى فيها بقى البلازمس والحاجات دي كلها. تمام. طيب تاني حاجه هلاقي ان طبعا ايه ايبيثيليوم، لازم اي حاجه ايبيثيليوم بس بيجمنتد ايبيثيليوم. احنا عارفين ان الريتنا فيها جزء بيجمنتد ايبيثيليوم، يبقى اول حاجه بيجمنتد ايبيثيليوم. بعد كده الروتس والكونز اللي هي الفوتو ريسبتور لير اللي هي واخده الاثنين دول، فوتو ريسبتور لير. بعد كده اوتر نيوكلر، اوتر بليكسي فور، اوتر نيوكلر، اوتر بليكسي فور. بعد كده ايه نرجع تاني انر انر نيوكلر، انر نيوكلر، انر بليكسي فور. بعد كده ايه الجنجليون سيل عشان تديني بقى ايه النير فايبرز، ويعني ايه بيقولك ان ده انر ليميتنج ميمبرين، حته ميمبرين كده. تمام. طيب يبقى انا تاني عندي كرويد، عندي ريتينال بيجمنتد ايبيثيليوم، بعد كده الروت والكونت اللي هي فوتو بيجمنت. البتاع دي كانت بتديني لير بعدها اللي هي اللي فيها نيوكلير، يعني ان فيها النيوكليوس اللي هي اوتر نيوكلير، بعد كده اوتر بليكسي فور، انر نيوكلير، انر بليكسي فور. نحفظها زي ما بنحفظ السيريبرال كورتكس كده، ان هي عندنا كان انر جرانيولار، اوتر جرانيولار، اوتر بيراميدال، انر جرانيو، انر بيراميدال. لا هنا بقى اوتر نيوكلير، اوتر بليكسي فورم. ارجع تاني انر نيوكلير، انر بليكسي فورم، وجنجليون سيل، ونير فايبرز، والانر ليميتنج ميمبرين. نحفظها بالترتيب كده بجد. مثلا لو جينا لو جه خطبه هنا مثلا هيقول لك اللير دي ايه، انت بقى اقعد عد، يعني انت كانت هنا ماشي ماشي ماشي، ويبقى دي الانر نيوكلير لان دي كانت الاوتر، يبقى دي الانر. الغامقه دي كده نيوكلير على طول، لان النيوكليس تبقى غامقه، الغامقه بتبقى نيوكلير. يبقى لو جت لي جوه هنا يبقى دي الاوتر، لو جت لي يعني هنا يبقى دي الاوتر، او جات لي هنا يبقى دي الانر. طب الفتحه خالص دي، الفتحه دي لا دي البليكسي فورم ماشي، يبقى دي اللي جوه دي الانر، اكيد دي الاوتر. طيب اللي فيها حبيبات ومدوره دي ده سيل جرانيولر، جنجليون سيل. بعد كده دي فايبرز كده يبقى دي النير فايبرز. طب دي لا ده دي حتتين كده يبقى الرودز والكونز. تمام. بس نحفظها كده. ودي فيها بيجمنتد شويه، فيها حاجات اهو بنيها، يبقى دي بيجمنتد. طيب والكوري دي اصلا ما كانتش طبقه منهم يعني، بس يعني نقول ماشي. يبقى هنا كده انا قلت الحاجات الغامقه ايه نيوكلير، يبقى اللي جوه اللي جوه الانر، لان انا خلاص دي الجنجليون سيل، الجنجليون سيل دي خليه فعلا وجواها اهو نواه، دي الجنجليون سيل وكبيره كمان. طيب يبقى دي الغامقه دي النيوكلير، يبقى دي الانر نيوكلير، دي الاوتر نيوكلير. طب الفتحه دي بليكسي فورم، يبقى انا جوه يبقى انا انر. طب اللي بين الاثنين الغامقين اوتر بليكسي فورم. طب اللي بره دي الروز والكونز او الفوتو بيجمنت، الفوتو فوتو ريسبتور، فوتو ريسبتور لير. تمام.
طيب يبقى انا هشوف دي، يبقى انا جانجليون يبقى انا جوه، جانجليون يبقى انا جوه، يبقى دي بره ماشي، واللي بره كانت الرودز والكونز ماشي. الموضوع بسيط يعني ان شاء الله. طيب نيجي بقى على حته الاير بينا دي. طيب برضو الطبقات نحفظها، خلاص بره بيبقى ايه، ايبيديرمس، طب تحته ايه، ديرمس، وبعد كده الاستيك فايبر في النص، وبعد كده ديرمس ايه، هو كانت الاستيك فايبرز وسكن وسكن، يا الدكتوره كانت قايلها كده، الاستيك فايبر وسكن وسكن، وجوه الديرمس اللي هي من ضمن مكونات السكن هير فوليكلز. اصلا ممكن يجيب لنا ان احنا نكتب كومنت على الايربن مثلا، يجي لنا الصوره دي وايه ايربن، هكتب ايه، هكتب ان في الاستيك فايبر سراوند بالسكن اون بوث سايد ماشي، والسكن ده بيكون من ديرمس وايبيديرمس، والديرمس بيبقى فيه هير فوليكلز ماشي، والايبيديرمس استراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم ماشي. نكتب ان الايبيديرمس ده استراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم عادي اكريتنايز شويه. طيب ممكن كمان يسالني عن او مثلا انا عايز اكتبكم اكتب حته كمان في الالاستيك كارتج، اكتب ان ده يلو الاستيك كارتج مثلا، في الكوندروسايت ماشي، بيكون من كوندروسايت سيلز، كوندروسايت يعني هي كوندروسايت سيلز يعني. يبقى انا عشان نسكن كده الموضوع، طيب انا عندي ان في الاستيك كارتج سراوند باي سكن اون بوث سايد، اون بوث سايد. طيب السكن بيكون قلنا ديرمس وابيديرمس، الديرمس فيه هير فوليكل، والابيديرمس كان سلفايد سكويمس كريتنايز. طيب الالاستيك كارتج لو عايز اكتب عليه حته زياده اكتبها يعني، اكتب ده يلو الاستيك كارتج وبيبقى فيه كوندروسايت تمام. بس ده بقى حته حته السباين كورد، يا رب يجي يعني، يا رب يجي ده اشوف ويرحمونا من العبث بتاع الاصبع يعني تمام. طيب عندي السباين كورد هعرفه ازاي، خلاص هو هورن سيل يعني هو معروفه يعني. طيب حاجه اشوف، حاجه اشوف طبعا الكومنت نفسه نفس الاسب اللي احنا عاملينه، فمش هنعيد الكومنت تاني، هنفرق بس هنا. طيب السيرفايكال كان ايه، كان اللي هو الانتيريور سيك والبوستيريور سيك ودايفرج. طيب الثوراسيك لا كان الاثنين سن، هو سن جدا ماشي. طيب اللمبر لا كانت الاثنين تخان ماشي، الاثنين تخان. طيب عندي هنا بقى ان الاثنين دول كانوا الوايت اكبر، الوايت مطر اكبر من الجري مطر، ودي كانت الجري مطر اكبر. هنا كانت السنتر كانال كانت مور انتيني، والسنتر كان يعني مور بوستيري شويه، ودي كانت في السنتر تمام. ده نفس الموضوع برضو، هنيجي نبص هنا نلاقي ان دي تخينه ودي رفيعه، بقى انها سيرفايكال، تخينه ودي رفيعه يبقى دي سيرفايكال، الاثنين رفيعين، الاثنين فعلا رفيعين كده، يبقى انا في الثوراسيك. لقيت الاثنين تخان، الاثنين تخان فعلا، يبقى انا في اللمبر تمام. طيب نيجي بقى للبريزم، هم قالوا انه مش هيجي تاتا شو يعني، مش عارفة بصراحة، بس يعني مش عارفة بقى، عايزين تحفظوا احتياطي يعني، بس هي الدكتورة قالت لهم انه مش هيجي تاتا شو يعني ماشي، فهو ان شاء الله ما يجيش بقى تاتا شو خلاص، معاني الدكتورة اي فايل ده، بس يعني مش هنقوله، هو مدام هي الدكتورة قالت انه مش هيجي فهو مش هيجي ان شاء الله يعني، يعني زمايلنا بعتولها على الواتساب فهم قالت لهم بلغوا زمايلكم هو ان شاء الله مش هيجي يعني، يعني احنا تقريبا ذاكرناه يعني قبل ما يقولوا، بس يعني ايه مش مشكله، مش هيجي مش هنقوله ماشي. بس برضه يعني ايه، انا بصراحه ما بضمنش يعني، انا ما بثقش في حد عامه في كلام الدكاتره يعني، بس يعني مش عارفه، بس خلاص هو مش هيجي يعني، كفايه علينا ان احنا سكنناهم في الاصبع، الاصبع جمال يعني، بريستم جميل في الاصبع يعني، ان شاء الله هو اللي يجي في الاصبع وما يجيش في بتاع، ويجي حاجه تانية بقى في الداتا شو يعني، مش هيغلبه بقى الفايل كبير يعني تمام كده. الحمد لله زهدان لهذا، ممكن احلام هدان لا، اتمنى انتوا تدعوا لي وتدعوا لكل التيم، تدعوا لكل اخواتنا المصابين في فلسطين وسوريا والسودان، وكل المسلمين المصابين في كل مكان، وكل امه المسلمين ربنا يلطف بحالنا بجد، ويهون علينا الحر ده يعني، ويرزقنا من نار جهنم. ودعوا لكل زمايلنا في الثانويه وفي سنه اولى وفي سنه ثانيه وثالثه ورابعه وخمسه، وكل كل الكليه حرفيا يعني، ربنا يخلصنا على خير وبس، وربنا يوفقنا ونخرج من الامتحان يكون كله جميل وبسيط يعني يا رب، وربنا يسدد خطانا ويلهمنا الصواب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.